سامحك يا شيخ. نعم. اللهم صل على سيدنا النبي. في زوج متجوز اثنين. ايوه. تمام. فالاثنين دول الزوج ده مطهقهم في عشتهم شويه. ايوه. فهو مربي الفراخ. ايوه. الزوجتين دول بيبيعوا الفراخ دول مثلا لو الكيلو ب 22 مثلا بيبيعوه مثلا بنص الثمن. فاحنا بنشتري منهم، هذا حرام ام حلال؟ بيبيعوا بنص الثمن ليه؟ بيسرقوهم يعني ولا ايه؟ يعني بياخدوه هو ما بيصرفش، ما بينطقش عليهم، هو بخيل ما بينطقش عليهم نهائي، ولا بيدي لعياله فلوس لا للدروس ولا حاجه خالص. فالزوجتين بيتفقوا عليه وبياخدوا بيسرقوه. اذا علمت ان الدجاج مسروق لا تشتريه.